رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري فعاليات اليوم الطبي المجاني الذي نظمته جمعية الكاريتاس في دير اللاتين في السلط. وأكد المهندس حياري على أن مدينة السلط ينفرد أهلها مسلمون ومسيحيون بالعيش المشترك المتجذر عبر التاريخ، مشيرا إلى أن رائحة جدران مبنى دير اللاتين تحاكي التاريخ والماضي والحاضر، مقدما شكره لجمعية الكاريتاس ممثلة بمسؤول فرع الجمعية في السلط الأستاذ ميشيل فشحو على جهودهم ومبادرتهم الطيبة في كل نشاط صحي في المحافظة. وتضمن اليوم الطبي تقديم خدمات مجانية للمواطنين بعيادة الطب العام وطب الأسنان والنسائية والباطنية والعيون. طبعا احنا سعيدين جدا بهذا اللقاء اليوم، يوم طبي مجاني بالتعاون مع جمعية كاريتاس. هذه الجمعية تستحق منا التقدير والثناء والاحترام، وجهودها متواصلة مع بلدية السلط الكبرى من ضمن فعاليات والتشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني، وهذا ليس أول نشاط به حقيقة تقوم به جمعية كاريتاس وبلدية السلط الكبرى، وسبق أن قاموا بافتتاح وتصميم حديقة تابعة لبلدية السلط الكبرى بالتعاون مع جمعية كاريتاس. هذه الجمعية التي لها بصمات على مدينة السلط التي تستحق منا كل الدعم وكل الثناء وكل التقدير والاحترام. بتعرف اليوم الطبي المجاني يعني الكثير، وأنت تتحدث عن الصحة وعن الطب، وأطبانا والحمد لله قدموا لهذا الوطن الشيء الكثير، ولنا كل الاحترام والتقدير لهذه الشريحة من أبناء المجتمع وهذه الفئة التي ساهمت حتى في بناء قدرات العديد من الدول العربية الشقيقة والصديقة في هذا المجال وخصوصا المجال الطبي. تشرفنا هذا اليوم بهذه المشاركة باليوم الطبي المجاني اللي أقامته جمعية كاريتاس، هذه الجمعية الرائعة المميزة في مدينة السلط على المستوى العمل الإنساني والخيري والمجتمعي، فكان لهم دور إيجابي. حبينا أنه نكون داعمين ومساهمين في هذا الدور. أيضا بنشكر مديرية صحة البلقاء أيضا كان لها دور، وجميع الداعمين لهذه الأعمال التي تساهم في دعم الطبقات الفقيرة في المجتمع وذوي الدخل المحدود. إيجابية كثير هذه الأفكار اللي دائما تطرحها هذه الجمعية والكثير من المنظمات والجمعيات الأخرى. هاي مبادرة أنا بعتبرها مبادرة وطنية لأنها بتضم الشركات الخاصة والشركات العامة، نتمنى فيها تكرار مثل هاي المبادرات بالمنطقة لأنها تخدم أهالي السلط، تخدم أهالي محافظة البلقاء كاملة. فيها طبعا تنوع من عيادات صحية، من عيادات مجتمعية، من كشف مبكر عن سرطان الثدي، فيها تنوع من عيادات تغذية، من تقديم أدوية مجانية سواء للأطفال أو لكبار السن. فيها كثير من المبادرات الوطنية اللي بتدل على أنه هذا البلد بلد خير، بلد عطاء، بلد بيشتغل بيد وحدة، ونتمنى تكرار مثل هاي المبادرات. طبعا خلال الشهر هذا كان في عدة نشاطات لجمعية كاريتاس اللي هو أيام طبية بأكثر من محافظة، واليوم راح تكون محافظة بالسلط بالتعاون مع جمعية المحبة والرحمة وبالتعاون مع لجنة مركز الصحة البقيع ومديرية الصحة وتحت رعاية رئيس بلدية السلط الكبرى. راح يكون في أكثر من تخصص، تخصصات هي راح تكون طب عام، طب باطني، طب نسائية، أسنان، عيون، وبالإضافة أنه راح توزع أدوية مجانية وفيتامينات للأطفال.